إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الناس على المحجة البيضاء، وترك المسلمين على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فإن الموضوع الذي سوف نناقشه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية هو موضوع يتعلق بكرامات الأولياء، وأدرجه العلماء في كتب العقائد. كرامات الأولياء أدرجها العلماء في كتب العقائد لما حصل فيها من الخلاف بين طوائف كثيرة من المسلمين، فإن الناس في باب الولاية والأولياء طرفان ووسط، فأما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين يصدقون بكرامات الأولياء لكثرة الأدلة والوقائع المثبتة لكرامات الأولياء، وبعضها ثابت في القرآن وبعضها ثابت في السنة وبعضها أخبر به الثقات. ولكن لما حصل الانحراف وإنكار هذه الكرامات أو الخروج بها عن طريقها المستقيم، أدرجت في كتب أهل السنة لإثبات الحق فيها، ولهذا هم يصدقون بالكرامات للأولياء. لكن نحتاج أن نعرف من هم الأولياء، ونحتاج أن نعرف ما هي الكرامات، ونحتاج ضرب أمثلة على هذه الكرامات، ونحتاج أن نعرف ما هي حقوق الولي، وهل الولي الذي تأتي له كرامات يتابع في كل ما يدعو إليه، لوجود انحرافات كثيرة فيما يتعلق بالأولياء والولاية. ومن أشر الفرق التي انحرفت في موضوع الولي والأولياء فرقة الصوفية، فإنهم يغلون في الولي ويثبتون له حقوق ليس للبشر، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أنهم يفضلون الولي على النبي، ويقولون الولي أفضل من النبي، ويحتجون بحجج شيطانية، منها قصة الخضر وموسى عليه السلام، فإن موسى من أولي العزم من الرسل، ومع هذا ذهب أرشده الله إلى الخضر، فيقولون الخضر ولي وموسى نبي وموسى تعلم من الخضر. هكذا يفسرون الأمور وليس الأمر كذلك، وهذا مشروح في كتب التفسير
وهم يزعمون أن الولي عنده علم لدني من الله، يعني جاءه علم من الله لدني ليس عن طريق الرسل، وهذا ضلال مبين. فإن العلم النافع الصحيح هو المتلقى عن طريق الرسل، ولا يستغني أحد عن الرسل وعن الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون وليا إلا من التزم بما في الكتب وطريقة الرسل. ولا يمكن أن يكون هناك ولي يستغني عن الرسل أو يستغني عن طريقة الرسل، ولذلك تلاعبت الشياطين بهم حتى أنهم صنفوا في طبقات الأولياء، وقالوا إن الولي لا يعترض عليه مهما فعل، حتى لو وقع في المنكرات والفواحش فلا يعترض على الولي، ولذلك يربون أتباعهم على هذا ويقولون لا تعترض فتنطرد، يعني إذا اعترضت على تصرفات الولي مهما كانت مخالفة للكتاب والسنة فتنطرد من رحمة الله. وهذا الكلام يخدرون به أتباعهم حتى يتابعوهم في كل ما يقولون، ولذلك تلاعبت بهم الشياطين، حتى أنه قد ذكر أن بعضهم يدخل الشيطان في حمامة وتأتي الحمامة وتسقط بين يديه أمام أتباعه وتقول يا ولي الله اذبحني وكلني، والذي يتكلم هو شيطان داخل الحمام، تقول الحمامة يا ولي الله اذبحني فكلني، فعند ذلك يسلمون لهذا المخرف الذي يملي عليهم أشياء شيطانية. ومن علاماتهم المنحرفين هؤلاء عندهم بدع وانحرافات في الذكر، فالذكر مثلا يذكرون الله بالاسم المفرد، يقولون فإن الذكر الثابت عن الرسل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، جملة مفيدة، جملة كاملة، فهم يقولون لا، تذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله، ويكررها أحدهم 1000 2000 3 الله الله الله، وهذا أو يقول هو 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 هو، فيكرر هذه الطريقة، تقول من أين أتيت بهذا؟ الآن الأذكار وما ذكره الأنبياء عن فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أين هو؟ أين هذا الذكر المفرد؟ فهذه جملة مفيدة، أما جملة الذكر هو جملة مفيدة يكون من مبتدأ وخبر، لكن هما يذكرون الله بالاسم المفرد أو بالضمير هو، وربما ينشدونها يأتون بها على طريقة الإنشاد ويتمايلون يمينا وشمالا، يتمايلون ويكررونها ويتمايلون حتى يغشى على بعضهم، وربما قاموا بعد ذلك وتراقصوا ورقصوا وتعبدوا لله بالرقص، هذه العبادة أنتم تعلمون أن العبادة مبنية على الاتباع، بمعنى أنها متلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فأنت تريد أن تأخذ ذكر فخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تأخذ عبادة فخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد أن هؤلاء لهم الأولياء لهم عصمة لا يناقشون ولا يسألون، فهذا ضلال مبين، فإن العصمة للرسل فقط،
والذي يدعي لبشر العصمة. ولذلك كيف ظلت الرافضة أنها ادعت في أئمة أهل البيت أنهم معصومون وأنهم لا يقولون إلا حقا، فأنزلوهم منزلة الرسل، وليس الأمر كذلك، فإن العصمة إنما هي للرسل. فهذا الانحراف عند هذه الفرق في الكرامات وفي الأولياء أحدث انحرافا كبيرا في العبادة وفي السلوك، وصاروا يتابعون الولي مهما أتى به من انحرافات. ولهذا أدرج العلماء ما يتعلق بالأولياء أدرجوها في العقائد، فهي في العقيدة الواسطية أدرجها شيخ الإسلام للرد على مثل هذه الانحرافات، وأن الولي هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة. وذكر بعض السلف لو رأيت شخص يطير في الهواء فلا تغتر به، أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر في طريقته، هل هو على الكتاب والسنة؟ هل هو ملتزم بالكتاب والسنة وعلى الحق؟ أم ليس ذلك؟ أم ليس كذلك؟ وقابل الصوفية المنحرفين في الولاية وفي الأولياء وفي الأذكار ونحوها فرقة أخرى، وهم العقلانيون، وأولهم المعتزلة، فإنهم يعرضون كل شيء على عقولهم، ولهذا ينكرون كرامات الأولياء ويكذبون بما جاء في الكتاب والسنة. والصواب أن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بكرامات. فما هي الكرامة؟ عرفها العلماء بأن الكرامة هي خرق للعادة، لعادة الناس في زمانهم، لئلا تلتبس بآية الأنبياء، فإن آيات الأنبياء هي خرق للعادة، ولهذا تأتي براهين النبوة خرق للعادة، لكنها تأتي خرق لعادة الناس والجن. وانظروا إلى القرآن الكريم، فهو آية من آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تستطيع لا الإنس ولا الجن، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، هذا خرق للعادة. أما الكرامة فليست كذلك. الكرامة، ولعلني أضرب عليها مثال لتتضح لكم الرؤية، كان جيش من جيوش المسلمين في العراق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الجيش هذا عليه قائد هو سارية، اسمه سارية. وبينما عمر يخطب على المنبر كشف الله له ميدان المعركة في العراق، وهذا خارق للعادة، لا يمكن الإنسان من المدينة يرى ما في العراق، هذا خارق للعادة، وهو كرامة لعمر. فكشف الله له المعركة، فإذا الكفار قد أحاطوا بجيش المسلمين من كل جانب، إلا أنه بجوارهم جبل، لو أحرز القائد الجيش المسلمين إلى الجبل فإنه يعتلي على الكفار وتكون له الغلبة. فقال يا سارية الجبل، هذا وهو في المدينة والناس يسمعون كلامه، يقول يا سارية الجبل. فهذا الصوت وصل إلى سارية القائد، فسمع عمر يقول له يا سارية الجبل، فقال للجيش اصعدوا للجبل، فإنني سمعت صوت عمر يقول يا سارية الجبل. فالذين في المدينة سمعوا الحادثة، سمعوا كلام عمر، وسارية قال للجيش، وشهد الجيش سمعوا أنه قال
لهم ساري أنه سمع صوت عمر. فهذه إيش هذه؟ هل عمر يوحى إليه؟ لا أبدا. هل لكنه كرامة له وكرامة للمسلمين في المعركة، ففتح الله عز وجل سمع سارية فسمع صوت عمر وكشف الأمر لعمر بن الخطاب. هذه كرامة، ولا يوحى لأحد إلا الأنبياء، لا يوحى لأحد، فهذا ليس بوحي وإنما هي كرامة. وحدث للمسلمين أشياء كثيرة، كرامة للمسلمين، منها مثلا ما حدث لبعض الصحابة أنه ألقي في النار فلم تحرقه، لأنه قبض عليه رجل ادعى النبوة في اليمن، قبض عليه رجل ادعى النبوة فقال له هل تشهد أنني نبي؟ قال ما أسمع. قال هل تشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي؟ قال نعم أشهد أنه نبي. فأمر بتأجيج نار ورماه فيها فأنقذه الله من النار فلم تحرقه. ولا شك أن هذا كرامة لهذا الرجل الصالح، وهو أمر خارق للعادة، لأن الأصل أن النار تحرق، كما أن الله عز وجل أكرم إبراهيم، لكن هذه آية من آيات النبوة، إبراهيم أكرمه الله عز وجل فلم تحرقه النار التي رماه النمرود فيها. فهذا حصل لهذا الرجل الصالح الذي لم يستسلم لهذا المتنبي الكذاب، ولم يشهد بالرسالة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما حصل لبعض قواد الجيوش عندما رأى الكافرين خلف النهر بينهم ماء، فقال لأصحابه اقتحموا. قالوا كيف نقتحم الماء؟ كيف نقتحم؟ فالله عز وجل ألقى في نفسه، وإلا لا يمكن أن يلقي الناس في التهلكة، لكن الله عز وجل ألقى في نفسه أن الماء سوف يثبت، فاقتحم النهر والنهر ثابت مستقر كالأرض اليبس حتى انتقلوا إلى الكافرين. فلما رآهم الكفار قالوا هؤلاء جن، هؤلاء جن كيف؟ وهذه كرامة من الله عز وجل. لكن هذه الكرامة لا تحدث دائما، وإنما تحدث إكراما أحيانا لعبد صالح يكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة لحاجته لهذه الكرامة، ولا ينبني عليها شهادة لهذا الرجل الذي تحدث له الكرامة بجنة ولا نار. ولذلك أنت لا تستطيع أن تشهد لشخص أن هذا ولي لله، لأنك ما تستطيع، حتى وإن رأيت تقول أحسبه والله حسيبه، كما أنك لا تشهد له بالجنة ولا بالنار مهما كان، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأنت لا تستطيع أن تشهد. وأيضا هذا الولي لو غلب على ظنك صلاحه وتقواه فإنك لا تتبعه على شيء بغير دليل. طيب هذا ولي وعنده أعمال صالحة مهما كان، لأنك أنت متعبد بالدليل، هل عنده دليل من كتاب أو سنة؟ لأنه قد يزيغ يقع. أما الفرق المنحرفة كفرقة الصوفية فهم يتبعونه على غير دليل، ولذلك حصل منهم انحرافات عجيبة، حتى أن بعضهم لا يصلي مع الجماعة، ما يصلي. فقيل له لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قال أنا من أهل الخطوة، أنا أنتقل إلى الحرم وأصلي مع أئمة الحرم، وهو في الهند أو في العراق. كيف؟ قال أنا أنتقل،
أنتم ما تروني، فلا بد أن تصدقوا أنا ولي، وأنا أنتقل من إذا جاءت الصلاة أنتقل إلى الحرم وأصلي مع المسلمين ثم أرجع. وهذا من لا شك أنه يتلعب بهم الشيطان، حتى أنه ذكر لي رجل قصة حدثت في ينبع، قال إن فيها رجل وهو متعامل، لأن الشياطين تمهد لهم لأجل أن تسبب لهم الضلال، فإن هذا الرجل كان له والد، وفيما يظهر للناس أنه من أهل العبادة ونحو الزهد ونحو ذلك، وهو متعامل مع الشياطين، فكان إذا ذهب الناس للحج، المسافة من ينبع إلى مكة لا تقل عن أسبوع، إذا ذهب الناس للحج لا يذهب معهم، ويقول أنا من أهل الخطوة، إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية يلبس إحرامه ثم يراه الحجيج معهم في الحج، ثم إذا أفاض الناس يرجع إلى البلاد في ينبع ويقول أنا قابلت الحجاج وقابلت فلان وفلان مريض وفلان كذا وفلان كذا، اللي يعرفون. فلما حضرت منيته قال لابنه أنا أريد أن أوصيك، أتريد أن تخلفني في الولاية تكون ولي؟ قال نعم. فمات الرجل. فلما جاء وقت الحج قالوا للولد أتحج معنا أم أنت مثل والدك؟ قال أنا مثل والدي، سوف أتيكم هناك. فانتظروا، وهو انتظر إلى يوم التروية، ثم لبس، قال له يا ولدي إذا جاء اليوم الثامن تذهب إلى المكان الفلاني وتجد فيه جمل وتركب عليه، والجمل هذا يطير بك إلى مكة. جمل يطير؟ قال جمل يطير، تركب على الجمل ويطير بك إلى مكة. فلبس إحرامه وركب على هذا الجمل، ثم قال لبيك اللهم لبيك، هذه مشكلة الحين، لبى بالتوحيد والجمل ما يتحرك، يحرك الجمل لبيك اللهم لبيك، ما يتحرك الجمل، كرر التلبية. فالتفت إليه الجمل وقال والدك لم يكن يفعل كذلك. إذن إيش قال إيش يفعل والدي؟ قال يسجد، بس يسجد أمامي، هذا الجمل يقول الشيطان داخل الجمل، قال يسجد أمامي، وقال وإذا سجدت أمامك تنقلني إلى مكة؟ قال نعم. قال أعوذ بالله منك، أنا لا يمكن أسجد لغير الله. ففسخ إحرامه محصور هذا وجلس في، فلما جاء الناس أخبرهم بالقصة وقال هذا انحراف خطير. والقصة عموما يتداولها الناس، لكن لا تستبعد، يعني شيخ الإسلام لما ذكر أحوال بعض الأولياء وأن الحمامة تسقط أمامه وتقول كلني يا ولي الله ونحو ذلك، فهذا يدل على الانحراف العميق عند هذه الفرق الشيطانية. ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالأولياء ونحو ذلك. ولهذا ذكر هذه العقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وعلق عليها تعليقا طيبا جزاه الله خيرا الشارح للعقيدة الشيخ صالح وفقه الله، علق عليها تعليقا طيبا. فالذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن أصول أهل السنة، انتبهوا للمسألة، أصل من أصول أهل السنة، قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على وما
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن السلف أو كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. يقصد بسورة الكهف الفتية الذين آمنوا، وهم ليسوا بأنبياء، الذين آمنوا فألقى الله عليهم النوم أكثر من 3 قرون، وهذه كرامة لا شك، لأنهم كانوا مهددون من قومهم يريدون ردهم إلى الشرك، فدعوا الله عز وجل فألقى عليهم الله النوم أكثر من 3 قرون ثم بعثهم بعد ذلك. فهذه كرامة ولا شك ولا يمكن أن تنكر، وهي بنص القرآن. ومن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة إلى يوم القيامة. يعني أن هذه الكرامة تحصل لبعض الصالحين، ليست صحيح أن أفضل القرون هم القرون الأولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن لا يزال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. يعني لا يزال يبقى عباد لله صالحون في شتى الأرض، يبقى عباد صالحون، وهؤلاء يكرمهم الله عز وجل بشيء من الكرامات. فهذه إذا حدثت لا تنكر عليهم الكرامة، ما لم تخالف نصا من الكتاب والسنة، أو ما لم يدعي صاحبها أشياء ويطلب من الناس أن يفعلوها، فهذا لا يصدق ولا كرامة، لأنهم ليسوا بأنبياء ولا يتلقى هذا الدين إلا عن طريق الأنبياء. قال الشارح: هذا المبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء يذكر في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه. يعني المعتزلة تعلمون فرقة أصحاب الأصول الـ5، وهي فرقة منحرفة تعتمد على العقل ولا تعتمد على النص، فهي فرقة مبتدعة، ولذلك أنكروا صفات الله عز وجل وأنكروا أشياء كثيرة بناء على عقولهم. ومما أنكروه الكرامات، بل هم أنكروا ما يتعلق بالأنبياء التي حدثت الأنبياء، مثل شق الصدر، لما شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكروا هذا، قالوا لا يمكن. وهؤلاء المعتزلة الآن المستشرقون ينبشون تراثهم ويخرجون كتبهم ويعظمونهم ويسلمونهم، يسمونهم أحرار الفكر. لماذا؟ لاتحاد المشرب. لاتحاد المشرب، الحضارة الغربية المعاصرة تغالي في تقديس العقل، ولذلك لا يؤمنون بالغيبيات، أي شيء غيبي ما يصدقون به، لا يصدقون بالملائكة، ويسمون، يقولون هذا إشارة إلى قوى الخير في النفس البشرية، ولا يصدقون بالجن، يقولون هذا قوى الشر في النفس البشرية، ولا يصدقون بإبليس الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهي حضارة عقلانية، ولذلك كل شيء يمررونه على عقولهم. فلما رأوا في كتب المعتزلة هذا الأمر عظموا المعتزلة ونشروا تراثهم، وإذا ذهب الطلاب في الابتعاثات وجاءوا هناك يدرسون يلزمونهم بأن يكتبوا عن أئمة المعتزلة، ويسمونهم أحرار الفكر، يسمونهم أحرار الفكر. فهذا الانحراف العقلاني قديم وحديث، وتبناه المستشرقون وتلاميذ المستشرقين من أبناء المسلمين المغرر بهم، فأنكروا كثيرا من السنة
وطعنوا في السنة لأنها ما تصدق عقولهم هذا. كيف الشيطان يجري مجرى الدم؟ لو دخل في العروق لفجرها، هكذا يفسرون، لو دخل الشيطان في العروق لفجرها، العرق صغير وما يشيء هذا. ولذلك أنكروا غيبيات كثيرة، أنكروا الغيبيات لأنهم لا يؤمنون بالغيب. ومن علامات المؤمنين هو الإيمان بالغيب، إذا أخبر الله به خلاص. لا تسأل كيف، لا تقول كيف ذلك، ولذلك الكيف مجهول لا تعلم، لكن تؤمن بحقيقة الشيء بدون تصور الكيف، لأنك لا تتصوره، ما ترى هذا الكيف. فهذا الانحراف يعني حدث من المعتزلة وأتباع المعتزلة فيما يتعلق بالكرامات، وأنكروها. مثل هذه القصة، قصة سارية وعمر، يقول هذه يسمونها من الخرافات، يقولون هذه خرافات، لا تعلمون الناس الخرافات، يرون هذا من الخرافات، ويرون الكلام عن الجن من الخرافات، يرون الكلام عن الملائكة من الخرافات. فهذا المنهج الاعتزالي العقلاني لا يزال له يعني مشجعون، وله كتاب، وله رواد يمجدونه، والحضارة الغربية تمجده تمجيدا كبيرا، لأنه على مشربهم، لأنه يسعى على مشربهم. قال: وأهل السنة يقرون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك. فوضع أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. وسبب الضلال في هذا الباب ومنشأه عند أهل الاعتزال وغيرهم أنهم أصلوا أصلاً في آيات وبراهين الأنبياء، لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرق العادة، فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى عليه السلام، وكمسح عيسى عليه السلام للمريض والأكمه والأبرص ونحو ذلك، وكدخول إبراهيم النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء. هذه كلها العمد فيها عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. قالوا: فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في نبوته، فإذا كان هناك خوارق للعادة أخرى يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء، فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح، لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة وكرامات الأولياء خوارق للعادات، وسحر الساحر خرق للعادات، وهكذا. ولذلك العقلانيون ينكرون السحر أصلا الآن، وبعضهم ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر أصلا من هذا المنطلق. لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي ممخرقين، لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة. هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب. فخالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع، انتبهوا لهذا النقطة. فخالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع، خالفوهم في التفصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفهم على ما فهموه، وخالفوهم من حيث التفريع، فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء
والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفيما وقع وتواتر، ولقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة. قال: وقبل أن نتكلم على الكرامات والأولياء والولي، فإن كلمة خوارق العادات من المهم أن تفهم فهما صحيحا. فما المراد بها؟ قال: هذا اللفظ مخترع، خارق العادة اخترعه المعتزلة، وليس في نصوص الكتاب والسنة هذا الاسم خارق العادة، ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض النصوص. فالمصطلحات لا بأس بإحداثها، لكن تقيد بما دلت عليه النصوص. طبعا هذا الكلام مشكل، لأنه يقول لا بأس من إحداثها ولكن تقيد بالنصوص، فإذا كانت في نصوص ما سميت محدثة. ولهذا نقول بقولهم خارق العادة، وكلمة العادة تعني عادة من. فإذا فصلنا في العادة، هذه عادة من اتضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء، وما بين كرامات الأولياء، وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعا، ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعا. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعصى موسى بانقلابها حية تسعى تلقف ما يأفك أولئك السحرة، هذه خارقة للعادة. فعصى موسى عليه السلام بانقلابها حية تسعى تلقف ما يأفك أولئك السحرة، هذه خارقة للعادة. عادة من؟ الجواب: عادة المخلوقات جميعا، الجن والإنس والملائكة إلى غيرهم. فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذه إلا الله عز وجل، لأن في ذلك تحويلا وخلقا، وهذا إنما هو لله. وكذلك إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص بمسحه، هذا ليس في عادة الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم، وليس في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم وأطباؤهم، وليس في عادة أحد. ولذلك السحرة عرفوا أن هذا ليس بسحر، لما موسى ألقى عصا عرفوا أن هذا ليس بسحر، ولذلك آمنوا، لأن الذي يفعله السحرة تخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن حية حقيقية خلق لا يمكن، لا يمكن أن يخلق خلق حقيقي، وإنما يخيل. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهذا تغطية على العيون وسحر للعيون، لكن تتحول فعلا إلى حية تأكل وتفعل، وهذا لا يمكن. ولذلك لمعرفتهم بالسحر عرفوا أن هذه الحية ليست سحر، وإنما هي آية من آيات الله فأسلموا. فإذا آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا، وكرامات الأولياء خارقة للعادة، لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن والإنس جميعا؟ الجواب: لا. لو كانت عادة الجن والإنس جميعا لاشتبه ذلك بالنبوة، ولكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم،
إذن لما إذا قلت خارق للعادة، عادة الناس تقيدها في زمانهم. ولهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء، لكن يختلف خرق العادة في هذا وهذا، ويختلف أيضا جنس الآية بين هذه وهذه، فقد تشترك معها. فإبراهيم دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه، كذلك أحد التابعين في اليمن دخل النار فلم تحرقه. هو ذكر المعلق هنا أن قصة هذا التابعي أخرجها ابن حبان في صحيحه، واللالكائي في كرامات الأولياء، وأبو نعيم في الحلية، أن الأسود ابن قيس العنسي تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم الخولاني، فلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأججت، ثم ألقى فيها أبا مسلم فلم تضره. وهذه كرامة لأبي مسلم الخولاني، لكن ما هي من جنس نار إبراهيم عليه السلام، لأن نار إبراهيم يعني أقوى وأغلظ وأشد. ولهذا قال: تختلف عن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وأيضا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذا. وآية إبراهيم في ذلك في تحديهم تختلف عما وقع لهذا التابعي. وهناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من جنس ما حصل من كرامات الأولياء، لكن لا تساويها في العظم وفي التحدي بها وفي اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فإذا نقول كرامة الولي خارقة للعادة كما قال شيخ الإسلام هنا، لكنها خارقة لعادة الناس في زمانهم وليست عادة الناس في كل زمان، فقد يتقدم الزمان ويفعل بمثل ما فعل ولا يكون خارقا للعادة، مثل أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة، فهذه كرامة، كمن ينتقل من الرياض إلى مكة في ساعة من الزمن، وتكون كرامة لأنها ليست من عادة الناس. ثم يأتي زمان بعده ويكون هذا الانتقال في هذه المدة الوجيزة هو عادة الناس وليس خارقا للعادة. اتضح لكم؟ يعني لما تكون خارقة للعادة في زمانها محصورة بزمن، لكن لما مثلا ينتقل من آلاف الكيلوهات في ثواني أو في ساعات، ساعة واحدة مثلا، لكن الآن مع اختراع الصواريخ عابرة القارات ممكن ينتقل. فإذا لا تعتبر هذه كرامة ولا تعتبر خرق للعادة، لأن حصل تطور في الوسائل، فقد يكون انتقال الشخص في زمن من الزمان كرامة له، لكنه إذا تغير الزمن فلا يكون في ذلك كرامة له، وإنما سخر وسائل من الوسائل التي يعرفها الناس. كذلك خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم، ليست للناس لكن خارقة لعادة من ليس ساحرا،
وخارق لعادة من ليس كاهنا، فصارت أظهر لأن الشياطين تساعدهم، فالسحرة والكهنة كل منهم يمده شيطان، فإذا صار هذا المسمى خارق العادة اصطلاح جديد يجب أن يفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالقرآن العظيم خارق للعادة، عادة من؟ عادة الثقلين، بل جميع المخلوقات والملائكة. لهذا قال في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل إنما الآيات عند الله. فالآيات هذه من الله، فإذا التأصيل الذي تؤصل به الضلال من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلط، لفظ اخترعوه ثم أخطأوا في فهمه، ونتج عن ذلك أن قيدوه ببعض الأحوال، وهذا من جراء عدم استيعاب فهم نصوص الكتاب، عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة. وقوله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، فيها الإقرار بحصول ذلك، قد يحصل له وقد لا يحصل له، لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء وهم مؤمنون بذلك ومصدقون، ليس في ذلك شك. لما؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة، فالتصديق بما دلت عليه النصوص واجب من الواجبات، لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. قال: وكرامات الأولياء، هذه فيها كلمتان: كرامات وهي جمع كرامة، وأولياء وهي جمع ولي. والولي له معنى في اللغة وهو المحب الناصر، كما في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر، والولاية بالفتح هي المحبة والنصرة، وأما ولاية بالكسر فهذه الإمارة. فالولي هو المحب الناصر، تقول هذا ولي يعني محب لي وناصر، تقول هذا ولي يعني محب لي وناصر لي. ومنه قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، انتبهوا لهذا، لأن الأنبياء أولياء لا شك، الأنبياء أولياء، لكن النبوة أعلى من الولاية، فأنت تصفهم بأنهم أنبياء. فإذا كان هذا التقي، الرجل المؤمن التقي، ليس بنبي فهذا ولي. فاشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء، من جهة الاسم الاصطلاحي المتعارف عليه، وإلا فإن الأنبياء هم سادة الأولياء. أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء، بمعنى أنهم مؤمنون أتقياء. لكن إذا قيل هنا كرامات الأولياء فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء. ولهذا الذين ألفوا في كرامات الأولياء ما ذكروا ما يتعلق بالأنبياء، لأن ما يتعلق بالأنبياء مرتبط بدلائل النبوة. نعم. وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات، لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يعنى به كل مؤمن
يعنى به كل مؤمن تقي ليس بنبي، لأن الله قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء، فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور ووضوح. إذا تأملت ذلك فإن التعريف يفهم منه أن الولاية تتبعض، لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعض. كل مؤمن تقي ليس بنبي ولي، والإيمان يتبعض والتقوى تتبعض، يعني يقصد أنها درجات. الإيمان درجات، من الناس من هو كامل الإيمان وكامل التقوى، ومنهم دون ذلك. فينتج من ذلك أن الولاية تتبعض، لكن اسم الولي يطلق على من كمل الإيمان والتقوى. يعني إذا رأيت شخص ما عنده نقص غالبا لا في التقوى ولا في الإيمان، فهذا تطلق عليه ولي، أو تقول أظن أحسبه والله حسيبه أنه ولي من أولياء الله، لكنك لا تجزم لأنك لا تعلم بماذا يختم له، ولا تعلم تعرف ما في قلبه، لكن أنتم شهود الله في أرضه، فتثني عليه خيرا وتقول أظن أحسبه والله حسيبه أنه ولي. يعني قال: من كمل الإيمان والتقوى واجتهد بذلك هذا هو الذي يطلق عليه الولي. وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه، يعني قد يكون كرامات لبعض المسلمين لحاجته لها ونحو ذلك. قال: فأما الكرامات فهي جمع كرامة، وفي اللغة الكرامة هي النعمة الخاصة، ولهذا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هذا الإكرام نعمة خاصة، أي إنعام خاص مزيد على الإنعام العام. أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة هي أمر خارق للعادة جرى على يد ولي. وقولهم خارق للعادة، هذا يقيد بأنه عادة الناس في زمانهم، وليس هو عادة الجن والإنس، بل قد تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يحصل للولي. فقد تجد مثلا من حيث الإمكان هذا يمضي على الماء، يمشي عليه كأنه جدد من الأرض يبس، وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جدد على من الأرض يبس، وهذا يكون وليا وذلك يكون ممخرقا. طيب كيف نفرق بين هذا وهذا؟ يعني إذا كان منحرف يمشي على الماء أمام عينك، ورجل ولي يمشي على الماء أمام عينك، كيف تفرق بين الكرامة وغير الكرامة؟ تفرق بينهم بعمله. إذا كان هذا مستقيم على السنة وعلى الكتاب والسنة فهذا تعرف أنه ولي، إذا كان منحرف لا يبالي متهتك ونحو ذلك فتعرف أنها أحوال شيطانية، هذه أحوال شيطانية. ولهذا ذكر قال: ولهذا قال من قال من السلف: لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء أو طاروا في الهواء حتى يكونوا على الكتاب والسنة. يعني هؤلاء أهل البدع لو طاروا في الهواء أو مشوا على الماء لا تغتر بهم ما لم يكونوا على الكتاب والسنة.
لا بد من شاهدين الكتاب والسنة، يعني من حيث التزم هذا الكتاب والسنة. فأهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق، ولهذا نقول الخارق ليس هو ميزان للولاية، بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يد مؤمن تقي. ثم في قوله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، قال هذا فيه أن الذي جعل لهم الكرامة أو الذي أنعم عليهم بالكرامة هو الله، فليس باختيار الولي. يعني الولي لا يستطيع أن يحدث كرامة لنفسه، يعني لو الولي قال للنهر الذي أمامه أو للبحر أنا أريد أن أمشي عليك أثبت خلك، ما يستطيع، ما يجعلها إلا الله عز وجل، لا يستطيع. طيب والصحابي اللي قال لهم، لا شك أنه ألقي في نفسه أن الله سوف ينجيهم وأنه سوف يثبت، وإلا لو أمرهم بالغرق وقال فإن هذا. وهذا في ما ذكروا عن قصة خالد رضي الله عنه لما تحدوه فاحتس السم، قال بسم الله فشرب السم فلم يضره. فلا شك أنه قد قذف في نفسه أنه لا يضره، يتوكل على الله ويتحدى الكفار به. فهذا الذي قال للجيش نخوض البحر وراءهم، لا شك أنه قذف في نفسه، وإلا لا أمرهم بالتهلكة لو قال لهم ذلك ثم كلهم تساقطوا في النهر، لكنه قذف في نفسه فقال هلموا وراءهم على النهر، فثبت الله النهر كرامة لهم فتجاوزوه إلى الكفار. فالمراد أن الكرامة من الله، يعني ليس للولي أن يستدعيها وأن يقول احدثي لي أو نحو ذلك، لا ما يمكن. إذا أجراها الله على يديه خلقها الله عز وجل وأجراها. قال فمن جهتي فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل. نكمل إن شاء الله في درس آخر ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.